ما زالت مواقع التواصل الاجتماعي تعرض غرائب العادات ورذائل الخصال، ومن خلال بعض مستخدميها الذين فضلوا الشهرة وزيادة المشاهدات على حساب القيم والأخلاق والذوق العام في ظل انعدام الضوابط وغياب القوانين المقيدة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. لقراءة هذا الموضوع ولتفاصيل أكثر يلتحق بنا هاتفيا الإعلامي والكاتب الصحفي الأستاذ محمد الشقا. أهلا بك أستاذ محمد معنا على التاسعة ومساء الخير. في البداية، كيف تقيم أستاذ محمد محتوى تطبيقات التواصل الاجتماعي وأيضا توافقها مع القيم الدينية والعادات الاجتماعية لدينا في المملكة؟ بداية أشكر لك أستاذ محمد والقناة الإخبارية اهتماما في هذا الجانب المهم. طبعا هذا الجانب أخذ حيز كبير من اهتمام المجتمع بكل شرائحه وأعماره. رأينا إيجابيات هذه المنصات للأفراد والمنظمات وفي التوعية بشكل عام، لكن في المقابل رأينا جوانب سلبية طغت على الجوانب المضيئة من خلال محتويات عشوائية وغير منضبطة، وللأسف استغلت من البعض للتكسب الرخيص بترويج أفكار وسلوك منحرفة. هذا ما يدفعنا اليوم إلى ضرورة إعادة النظر في تلك الوسائل وضبطها، وأيضا ضبط مشاهيرها الذين تمادى بعضهم للانحلال الأخلاقي كما ذكرتم، وذلك بغية الوصول أو التكسب الرخيص ومن دون قيود أخلاقية أو دينية. نعم أستاذ محمد، أنت ربما نشرت لك تغريدة ولقت رواج كبير في تويتر حول يعني دعوتك إلى يعني أنظمة تحد من هذه الإعلانات التي ربما تأتي في حسابات تنتهك الذوق العام وتنتهك يعني القيم والمبادئ الدينية، وأنت أشرت إلى أيضا دور وزارة التجارة. ما حيثيات هذه التغريدة وما أيضا قامت به وزارة التجارة مشكورة في هذا السياق؟ نعم طبعاً المقترح كان موجه لوزارة التجارة بغرض يعني فرض عقوبات على الشركات والأفراد أو المجموعات يعني اللي تعلن لدى مشاهير يفتقدون للذوق العام والأنظمة المرئية في السعودية. حقيقة وجدت تجاوب من وزارة التجارة اللي أوضحت لي عبر متحدثة الأستاذ عبد الرحمن الحسين أن مسألة الذوق العام ومخالفات الآداب من اختصاص جهات أخرى، وأوضحوا لي في المقابل أنهم شركاء في لجنة بهذا الشأن أعتقد في وزارة الإعلام، وهم يعني من أعضائها تحوي وزارات وهيئات أخرى، يعني يناقشون مثل هذه المواضيع، يعني نتمنى أن يعني أن ترى النور قريبا. نعم أستاذ محمد، ولكن يعني في المقابل نتابع يعني بعض الأحيان حتى وصل الأمر إلى أن جمعيات خيرية تعلي لدى حسابات سواء يعني يقوم عليها رجال أو نساء يمتهنون يعني التعري ويمتهنون يعني الظهور بأشكال غير لائقة وأشكال مشينة على حساباتهم، بل وصل كما ذكرت إلى أن جمعيات خيرية تعلي لدى هذه الحسابات. ما أثر هذا الإعلام؟ ما أثر يعني ربما ما الواجب اليوم المتحتم على الرقابة الحكومية، الرقابة المجتمعية، الرقابة الذاتية في مراقبة هذه الحسابات وعدم التعامل معها حتى التعامل مع المعلنين لديهم؟ بالتأكيد يعني هذه يعني لها تأثير على الأمن أو السلم الاجتماعي اللي هو ركيزة أساسية لبناء مجتمعنا أو والمحافظة على أخلاقه وعاداته وقيمه. مثل هذا الطرح المنفلت أو غير المقنن عادة يؤدي إلى انحراف وما يتصل به من جرائم منافية للأخلاق والتجاوز على القيم والدين والعادات التي من شأنها خلق فوضى تصعب على الأسرة أو المدرسة أو الجامعة القيام بدورها في تقويم وحماية خاصة حماية جيلنا الحالي. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الشقا، كنت معنا ضيفا عبر الهاتف.